بعض يحمل صيغة عنصرية وتحريضية على السوريين. وقبل السوريين كان التهجم على اللاجئين بشكل عام، الأفغان والأفارقة وغيرهم. وكان نحن موقفنا تجاه موضوع اللاجئين والمهاجرين بشكل عام في حزب المستقبل واضح، وأعلناه في مؤتمر صحفي. أكيد هذا خطاب غير مقبول، سواء كان خطاب تكتيكي أو كان يتبناه السيد كليتشدار أوغلو. فبعد الانتخابات، مرحلة ما بعد الجولة الثانية، أكيد هذا ستكون له عواقب على المجتمع التركي، وستتعزز التوجهات العنصرية داخل المجتمع التركي، ليس اتجاه السوريين فقط، اتجاه جميع الأجانب. كسوري من الأفضل لنا كسوريين أن يكون هناك القرار الذي سيتخذه الرئيس في المستقبل مقيد بموافقة أحزاب لصالح السوريين. ولكن يبدو أن حصول سنان أوغان على نسبة كبيرة، يعني 5%، كانت مفاجئة. وحصر خطابه الانتخابي باستهداف اللاجئين والأكراد، يعني بشكل خاص، لا يوجد له أي دعاية انتخابية غير ولا أي برنامج انتخابي، يبدو هذا حرض. ومع تغيير مديري الحملة الانتخابية للسيد كمال كليتشداروغلو، الآن من يتوكل بإدارة الحملة هو منصور يواش وأكرم إمامولو، تغير هذا الخطاب وأصبح خطاب أكثر عدواني لكسب أصوات القوميين. لكن نحن عارضناه، يعني أنا شخصا عارضته كمؤسس لحزب المستقبل وكسوري أيضا، كسوري تركي وكمؤسس أيضا للمعارضة السورية داخل تركيا. تحالف مع حزب الشعب الجمهوري هدفه هو العودة إلى النظام الديمقراطي البرلماني المعزز، وإعادة مفهوم فصل السلطات إلى الدولة، وكذلك استقلالية القضاء، وأن يكون هناك الرئيس القادم خلال الفترة القادمة إلى حين تبني النظام البرلماني يكون له ست أحزاب، 5 رئيس و5 نواب. قرارات هذه الرئيس هذه ستكون محصورة بموافقة هؤلاء النواب لضمان الانتقال الديمقراطي وعدم قلب الطاولة.